إذا رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. حلا السوكسية هي جاهزة مثل ما قلنا لكم، احنا حضرنا لكم طبق لكن راح نقدمه طبعا بعد ما نكمل من العصير. طبعا عصير التفاح عدة أشكال وعدة أنواع، لكن طبقا لهذا اليوم راح يكون شوية مختلف، إن شاء الله ينال رضاكم وأعجابكم. طريقة طبعا مقادير عصير التفاح: 3 قطع تفاح أحمر، 4 أكواب حليب سائل. بالبداية راح نقشر، طريقة التحضير طبعا راح نقشر التفاح وبعدها راح نقطعه ونخليه طبعا بالماكينة، راح نثرمه طبعا هو والحليب سوية. بعد ما نثرمه راح نقدمه لكم يصير جاهز. التفاح راح نسويه بهذا الشكل، طبعا طريقة جدا سهلة ما بيها صعوبة. بالنسبة للتفاح اللون اللي انتو تريدوه، طبعا كل لون ينطي طعم، اذا كان اللون الاخضر ينطي طعم حموضة زيادة، اذا كان هذا التفاح ينطي طعم حلا، واذا كان التفاح الاصفر طبعا كل تفاح ينطي طعم وشكل اخر. بالنسبة لهذا التفاح احنا ما راح نضيف شكر لانه هو بطعم حلا زيادة، والحليب ايضا هو كامل الدسم ايضا بسكر. إذن مثل ما تشوفون عندنا هذا التفاح، راح نقطعه نخليه بالبداية نقطع التفاح بهذا الشكل، إذا هذا التفاح نتأكد ما بي أي حبة باقية به، حتى طبعا لأنه هاي الحبة تكون طعمها جدا مر. راح نقطع التفاح بهذا الشكل، هذا التفاح مثل ما جاي تشوفون 3 قطع كافية حتى يسوي كمية طبعا مال 3 أو 4 نفرات. راح نضيف بالبداية الحليب، إذا راح نخلي التفاح بهذا الشكل.
إذا عصير التفاح صار جاهز مثل ما شفتوا. إذا أعزائي المشاهدين مثل ما عودناكم يوميا نقدم لكم نصيحة يومية. نذهب الآن نشوف النصيحة. طبعا بعد النصيحة راح نقدم لكم العصير والحلا السوكسية. إذا رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين بعد هاي النصيحة، نتمنى أن تكونوا تستفادون من هاي النصائح اللي جاي نقدمها لكم يومية. إذا أعزائي المشاهدين مثل ما قلنا لكم حلا السوكسية صارت جاهزة وعصير التفاح أيضا صار جاهز. بالبداية راح نقدم لكم العصير. يكون شوية ثخين يصير بشكل أجمل. إذا هذا العصير صار جاهز، راح نقدم لكم الحلا. طبعا الحلا بالبداية راح نقطعها بهذا الشكل. مثل ما تشوفون شكلها جدا جميل. إذا تجربون مرة راح تعيدوها كل مرة لأنه شكلها جميل وطعمها طيب أيضا، والأطفال أيضا يحبون الكاكاو. إذا أعزائي المشاهدين هذا الطبق صار جاهز. شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.